سعيدة النهاردة أن أنا على الريد كاربت مع محمد عساف وفيلم جديد يا طير طاير، والفيلم لف مهرجانات كان في تورونتو والنهاردة موجود في مهرجان دبي بنحتفل بيه. ممكن تستغربوا كلكم وتقولوا إمتى مثل محمد عساف وعمل فيلم، وشيء جميل أنه يعني هيتجه من الغنى للفيلم، ولكن الحقيقة هنعرفها منه. أول شيء بدي أقول الله يعطيكم الصحة يا ربي، وما شاء الله عليك دائما منورة. بصراحة مهرجان دبي السينمائي هو مهرجان يعني كتير مهم، وهي كأول تجربة يعني سينمائية. الفيلم بتحدث عن قصة حياتي، وتحدث أو بالأحرى خلينا أقول لك أنه بتحدث عن كتير مواضيع بتشغل هم الشباب العربي. موضوع الأمل، موضوع أنه قديش أنه في الأحلام أو تحقيق الأحلام أنه ما بيكون بسهولة. هالفيلم من خلاله إحنا بدنا نعطي رسالة أمل للشباب العربي أنه رغم كل الظروف ممكن الإنسان أنه بعزيمته وأسراره أنه يصنع شيء، وهذا الشيء يعني موجود بالفيلم. كان الفيلم بتحدث كمان عن جوانب تانية اللي هي معاناة الشعب الفلسطيني، المعاناة اللي يمكن يعني لطالما بنسمعها بالأخبار، بس في الفيلم متحدثين بطريقة أخرى يعني أكثر اجتماعية، أكثر على التفاصيل البسيطة في المجتمع الفلسطيني. فهذا شيء كتير حلو. أنا سعيد بهذا الفيلم، وبدأ أشكر الأستاذ هاني أبو أسعد مخرج الفيلم، وأشكر إدارة المهرجان على هاللفت الحلو أنه الفيلم يكون متواجد بالمهرجان. يعني أحيانا الواحد بيخاف أن قصة حياته تتعمل فيلم، يقول لك خلاص أنا كبرت بقى وهموت وبتاع، فأنت لسه في بدايتك يعني حياتك لسه هتبقى. هو شوف الموضوع هو القصة مش محمد، يعني دائما شباب فلسطين بقول هو يعني بتحدث بشكل عام عن الشباب، والقصة هي أعطت يعني شفت قديش أنه تحدثت الإعلام، تحدث الناس، تحدثوا عن موضوع المعاناة اللي أنا عانيتها اللي وصلتني اليوم لهي المرحلة. هاي كلها كانت تفاصيلها كتير كانت صعبة. الشباب الفلسطيني اللي عايش بفلسطين في عنده مشاكل كتير بسبب الاحتلال والضغوط اللي يمكن داخل حتى المجتمع، سواء كان هذه الضغوط سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. فإحنا بهذا الفيلم بنجمل هذا الموضوع، بنتحدث عن هذا الموضوع. احساسك ايه النهارده بكل الناس اللي هتشوف الفيلم من جميع الجنسيات؟ احساسك ايه النهارده بالنجوميه الجديده، غير نجوميه الغنى، نجوميه السينما بقى؟ وانا بشوف ان السينما ابهار اكتر وتوثيق اكتر للغنى، ده هيخليك تتحمس ان انت يعني بصراحه دائما شوفي في دائما دخول الفنان على او المغني خليني احكي او المطرب على السينما مرات يعني قد يكون يعني ممكن يساعد وممكن يرفعه للسماء وممكن في نفس الوقت ينزله. يعني هذا بيعتمد على كتير 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 أشياء، مش موضوع سهل إنه الإنسان يختار أو خاصة الفنان عفواً إنه يختار إنه بين إنه يكون مغني أو في عمل درامي أو سينمائي. في نماذج كتير، مثلاً إذا بتتحدثي عن تامر حسني نجح في السينما كما نجح في قلنا زمان عبد الحليم حافظ أغانيه توثقت وفضلت الناس كلها بتحبها من أفلام. طبعاً أكيد بالتأكيد، لو ما كانش عمل الأفلام دي كان ممكن رصيد كبير ما كانش الأجيال بالتأكيد. يعني هذاك زمان كان عملت مشهد واحد في الفيلم. أنا عملت مشهد واحد، وطبعا عشان أنوه برضو أؤكد أنه أنا في البداية ما قبلت أنه أنا أمثل، وبصراحة شفت نفسي في الحتة اللي هي بتاعت أنه أنا لا عايز أغني لسه مش، لكن يعني في عندي فضول أصبح أنه أنا لقيت موهبتك يعني عندك كاريزما، عندك جاذبية. بص الجاذبية على فكرة ما بتتجذبش، يعني يمكن جاذبيتك مع الجمهور اللي اختارك ممكن تخليك تبقى من النجوم الكبار. يعني إن شاء الله يعني أصبح عندي فضول يعني بصراحة، لكن بحب المواضيع. خليني أقول لك إنه لو عرض علي كمان فيما بعد إنه أنا إنسان أكثر واقعية،
بحب الواقعي. السينما بتعتمد على مواضيع كتير، ممكن تكون دراما، في خيال، في أنواع كتير، بس أنا بحب صراحة القصص الواقعية. أنا سعيدة بوجودك النهاردة وفي انتظار فيلم ليك. مرة تانية بقول لك ألف مبروك، وكل اللي بيديله اللي اداله الفوت وكل اللي اداله صوته يتابع معانا الفيلم وقصة حياته بقى، اللي عايز يعرف حياته أكتر من خلال الفيلم. مبروك، منور عليك ويعطيك الصحة يا رب.